أنا أعتقد يمكن اليوم صار تصعيد غير طبيعي وفق قواعد القتال اللي كانت معمول بها بين الفصائل وما بين القوات الأمريكية، وأعتقد كان التزامن مع تباشير وقف القتال في غزة، أعتقد القوات الأمريكية بدأت بتصعيد موقفها ضد الفصائل المسلحة اللي استهدفت القوات الأمريكية في عين الأسد وفي الحرير وفي أيضا القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا. وأعتقد هناك موقف ثابت بالنسبة للأمريكيين، هو يمكن يتغاضون عن بعض إذا كان هناك بعض الخسائر في المعدات والوسائل القتالية، أما بالمسائل البشرية فبالتأكيد هم عندهم إمكانيات للرد. وأعتقد يمكن وصلوا قناعة بأنه السيد رئيس الوزراء غير قادر على ضبط مسار القسم من فصائل الحشد بهذا الاتجاه، ولهذا اجت الضربات. واعتقد ردود الافعال كانت واضحه من قبل رئيس الجمهور، رئيس من قبل مجلس الوزراء ومن قبل القاده السياسيين في البلد، يعني كانوا في حيره من امرهم. من جهه يعتقدون الامريكان هذا ليس من صلاحيتهم وهذا تجاوز على السياده وعدم استشعار الحكومه العراقيه بتحركهم ونواياهم، لكن بنفس الوقت هناك لوم موطن تجاه بأنه القوات الأمنية هي المعنية بحفظ الأمن، البعثات الدبلوماسية والقوات الأمنية المقصود بها القوات الأمنية هي المقصود بها التحالف الدولي اللي انضم للعراق في حرب ضد داعش.